المعنويات تعطي الشيء قيمة أكثر بكثير مما تعطيه الماديات. لا يمكن للإنسان أن يدرك الرشد بالراحة، وإنما بالسعي والتعب والجهد وسلوك طرقه، والتي منها التدبر والتفكير الدائم في مختلف جوانب الحياة. يبدأ التجديد من نفس الإنسان، فإذا لم يصلح الإنسان نفسه لا يمكنه إصلاح غيره من بني نوعه أو المحيط المتعلق به.